مساء الخير خاله نرمين، جهزت الطاوله مش هنتعشى سوا؟ لكن قلع من هون احسن لك. ها اذا بتقرب خطوه واحده رح افرمك بالسكين. عم تسمع؟ يلا انقلع. لك ما كنت بعرفك مشرانيه وبتحملي معك سكاكين. يلا اطلعي. يسلموا، بس عم بستنى ديما. قلتي لي ديما؟ قصدي اتصلت فيها وهي رح تخبر جارنا عمر. هلا شوي رح يجي مشان ياخذني. عمر ما رح يجي لانه مسافر على ازمير. ديما اتصلت فيني لهيك اجيت. يلا اطلعي. لا ما بدي اطلع. شو ما بدك؟ شو يعني بدك تضلي ناطرة هون لحالك؟ لك يلا اطلعي ومنحكي بالسيارة. شو وينه؟ شو قصتك ولا؟ شو قصتك؟ فهمني. إذا جنيت بزتك بعصفورية ولا؟ طول بالك يا جار، ما بصير هيك. بعدين القصة مو مستاهلة كل هالقد. خده على البيت وتفهم. امشي يلا اتحرك. ولك شو ناطر؟ اتحرك امشي قدامي احسن ما ابتلي فيك. معلش الله يوفقك جميل، الولد ما سوى شي غلط، باينتو حب يعمل لي اياها مفاجأة مو أكتر. قلتي لي حب يعملكن اياها مفاجأة؟ هلا بعرف اتفاهم معه. أنا كتير بعتذر منكن وشكرا لأنه ما خبرتوا الشرطة، مع أنه عن جد بيستاهل ينحبس. بسيطة، نحن حابين نضبضب المشكلة، بس يا ريت ما يعيدها. خلص ولا يهمك. يلا ولا أمشي قدامي لشو؟ خلص روق، طول بالك يا جار. يلا أمشي بقى، يلا خلصني اتحرك. عن جد انصدمت فيه، ماني فهمانه ليش كذب هيك كذبه. خلص كان يقلي انه ما رح يقدر يعمل شيء، ليش لحتى يقلي انه رح ياخذ السكين اللي لقيتها عندي بالبيت يوم السرقه على المخبر ويزتها عنده هيك بالسياره؟ شو يعني عم يضحك علي مثلا؟ بس الحق مو عليه هو، الحق علي انا، انا جد بلا انه صدقت. العمى شو وسخ بصراحه. انا من الاول ما ارتحت له وحسيته واحد كذاب، بس ما كنت قدران اقول لك، خفت تضايقي مني وتفهميني غلط لهيك سكتت. وليش لقيت ضايق؟ خفت تفكريني غيران عليكي منه. غيران علي؟ يعني ما في شي بيناتنا لحتى تغار. انت حاسة انه ما في شي بيناتنا؟ بجوز تكوني غلطانة.
لأنه لما بشوفك مع حدا تاني، قصدي مع رجال غيري، بحس بالغيرة. غسان، أنا ولا مرة حسيتك مهتم فيني، جد فاجأتني. حقك تفكري هيك، ما بلومك. أنت ما بتعرفيني ولا بتعرفي عني شيء. بالعكس، أنا بعرفك منيح. يعني هيك بحس أحيانا، بحس حالي بعرفك من زمان مو من هلا. وبرأيك إحساسك هذا بيكفي لحتى نفهم بعض منيح؟ يعني بيكفي لحتى ما نرجع نتضايق من بعض؟ بظن إيه. جميل افتح، افتح الباب جميل، شو عم بيصير؟ افتح الباب. انت منيح حبيبي مراد؟ طمني، ان شاء الله ما صار معك شيء. ابوك عم بيضايقك شيء؟ لا ابنوب، ليش عم تسألي هالسؤال؟ ما بعرف، بس اصواتكم كانت واصلة لبرا. لا عادي، بس بابا كان معصب شوي، بس خلص مشي الحال. متأكد من اللي قلته؟ ايه متأكد. طيب ابني، نبهتك كثير بس انت ما رضيت ترد علي. في ناس بيقتحموا حياتنا بلحظات ما كنا متوقعينها، ومنعاملهم بطريقة كثير عفوية وبدون أي تعقيد. وفي أشخاص بيكونوا جزء أساسي من حياتنا وما منقدر نستغني عنهم ولا لحظة، ومنضل نحبهم مهما عذبنا. يلا اطلع خلصني. يلا بقى. أحياناً في أشخاص ما بنياهم يتركونا، بس للأسف وقت اللي بيروحوا ما بيطلع بإيدنا نعمل شيء غير إنه نتفرج. بنتي ارفعي إيدك كمان شوي. لك اثبتي بقى وحاش تتحركي، هلا بغزك الدبوس. خلاص والله ما بتحرك امي. اوف
يلي بشوفك هيك وانت عم تتقففي بفكرك عم تكسري حجار. انتبهي بعدين هلا مقاسي ومقاس خالته نسرين مثل بعض. ايه شو عم تساوي؟ شو ساوي يعني؟ غير هيك ما بيزبط المقاس منيح. طب ليش ما بتيجي هي بتقيس الفستان عليها وخلصنا؟ حبيبتي المخلوقة في عندها شغل، ما بترجع من شغلها غير المساء، بعدين حاج تصرعي راسي دقيقتين ومنخلص. بس بتعرفي منيح انها ما بتقدر تجي، كتير شايفة حالها. ايه وفوق هيك ذوقها كتير بشع، بدها تشك الفستان كله وتحط له استراسات كل وحدة اكبر من راسي، بدها تنزع الفستان؟ يا حوين التعبي فيه. مع انه حضرتها عندها مصاري ليوم المصاري، مو مثلي انا المعترة يا حصرتي علي عم بشتغل طول النهار كرمال قرشين، يلي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. ديري لورا شوي. بس خليكي هيك، كان لازم جيب لك كندرة كعبة عالي مشان ظبط طول الفستان. خلص لا توجعي راسك كتير. شو قصتك؟ حاسستك سمنانة شوي؟ لأنه كل يوم باكل صفيحة مع كورونا. لحتى تعرفي قديش دايرة بالي عليكي. حاجة تحوصي بقى، خلينا نخلص، بتي شوي. يي. أمي؟ اليوم ما شفته لمراد، لأنه ما إجا على المدرسة. لا، ليش؟ ما بعرف. دقيت له على الموبايل. بس كان مسكر. ليكون مرضان بنتي؟ أنا سألت كل رفقاته قال أخذ إذن. ضيعانه هالولد، عن جد ضيعانه. ها إجا العتقجي وأخيرا شرف، صار لي أسبوع عم بنطر جيته، بدي بيع الدش تبعنا القديم. خليكي هيك لبين ما أرجع. أمي بدي ضل هيك لحتى ترجعي؟ شوفي يا حبيبتي اعتبري حالك عرضة أزياء كلها كم دقيقة. مين لك بدي صير عرضة أزياء؟ علقتي لي قلبي ديما؟ خلصنا بقى كلها خمس دقايق ورح أرجع لك. لك أمي دعي خلصي الفستان وبعدين روحي، ما بدي ضل هيك. أمي أوف. لحظة شوي، لحظة مريني أختي. لحظة لا تروح. منيح اللي لحقتك، يعطيك العافية. مسيك بدي بيعه وبدله بهي الحلة النحاس. بس فرجيني يا شوفه مانو كتير عتيق. كيفك جميل؟ شو عطيته انت؟ شوية كراكيب. بس هذا الابريق اللي انا جايبته هدية لهنا، هلأ عن جد بدك تبيع هيك قطعة حلوة وتعطيها لإله؟ الله يسامحك يا جميل. ياسمين نحن بدنا ننتقل وما بدي اخذ معي اغراض. تفضل اخي. هلا وقفت على الابريق يعني؟ بعدين هناء كتير كانت تحبه. اعطيني يا اختي. اترك من ايدك انت التاني، ما رح اعطيك يا جميل. فهمني انت ليش مصر تعمل هيك؟ بس قلي انت ليش مصر ما تخلي عندك ولا غرض من اغراض المرحومه؟ على القليل اترك شي كرمال مراد. مراد مانو بحاجه هيك ابريق قديم لحتى يضل متذكر امه، واذا كتير زعلاني عليه خدي انت. شو يعني ما رح تبيعني يا؟ هدول كلهم على بعضهم ما بيسوا شي. خلص لا تسرع راسي انت التاني، خد مصرياتك وانقلع. لحظة جميل. الله يسامحك نزعتي لنا البيعة. حل عنا اخي، مو وقتك هلأ. بدي اسألك اللي من شوي ديما خبرتني، قالت ما داوى مراد اليوم، خير ان شاء الله ليكون مرضان. لا بعدته لبيت عمه كم يوم منشان يغير جو ويرتاح. اه وانت شو صاير لوشك؟ ولا شي، بس اتدخلت بشغلة ما بتخصني وهيك صار فيني. لهيك بنصحك ما تعملي مثلي ابدا. لمين هاد؟ بجوز يكون لهناء وهي صغيرة. الله يرحمك يا رب. اوف الله وكيلك، صار لي ساعة عم نظف الحمام بس ما رح اقدر مسح الشبابيك لأنه تأخرت. اوكي مو مشكلة، بتمسحيه المرة الجاية. عادي كلي لك شي لقمة الشاي لساته سخن. والله يا خانوم كتير طيبين، صار لي زمان ما أكلت منهم. شو حبيتيهم؟ في بالبراد على البيتانية، خديها إذا بدك، أنا ما باكل البيتيفور. ويمكن في أشقوان كمان، خدي معك. وشوفي بالفريزر في علبة زبدة،
أنا ما باكل هيك شغلات. شوفي شو لازمك وخدي. شو نعيمة خانم، هلأ حليلك تنطفي البراد؟ لا مرت عمو، ما عم تنطفه، بس قلت لها تاخذ شوية شغلات مشان الأولاد. إيه يلا يا خانم أنا بدي روح. أوكي روحي، سلم إيديكي. لك ما شفتيها كيف فضت نص البراد؟ مو حرام عليك؟ شفقي على هالمسكين. شوفي يا مرت عمو منكسب حسنة، المخلوقة معترة. ها هلأ هاي معترة؟ كل شغلة على بعضه مو عاجبني، وعم تاخذ هذيك الحسبة وراحت بدون ما تمسح الشبابيك. نعيمة عم تجي مرتين بالأسبوع مرت عمو، معقول تمسحهم كل ما أجي؟ عم تجي مرتين؟ كل مرة بتاخد 500، يعني بالأسبوع عم تاخد 1000 ليرة، وبالشهر 4000. آه عم تدفعيلها بالشهر 4000؟ والله يا بنت رح تجيبي لي الجلطة. شو بدك يعني أعمل يعني؟ كلهم بياخدوا هيك. وشو فيها إذا أنت عملتي مثل غيرك ونظفتي بيتك؟ سوري منك مرت عمو، أنا ماني متعودة على شغل البيت. بدك يعني أنا أنزع إيدي بالجلي والمسح؟ سوري ما بقدر. صدقتك والله بنتي، احكي هالحكي قدام غيري، فكرك ما شفتك كيف كنت تشتغلي ببيت أهلك؟ بعدين شفقي على جوزك المسكين عم يشقى طول النهار، وهالمصاري اللي عم تدفعي لها ياهم حطيهم بالبنك، وبعد 3 سنين فيك تشتري فيهم بيت. هيك الكنة والحماي مستحيل يتفقوا على شيء، وخصوصي زيزي وحماتها، كل واحدة فيهم تفكيرها شكل، وحيلا شغلة كانت تعمل بيناتهم مشكلة كبيرة. زيزي مستحيل تقبل حدا يتحكم بحياتها، والست سنية حماية من العيار التقيل. أنا كمان استغربت، وقصة بيت عمو ما صدقتها بنوب، مدري ليش حسيتها كذبة. مبارح المساء وقت اللي راحوا كانت الساعة شي 12، كنت واقفة على البرندة وشفتهم وقت اللي راحوا. لا ما بظن، ما بظن يعمل شي مو منيح. أنا حاسة إنه في شي مو طبيعي. مالك متذكرة هداك اليوم كيف كان عم يخانقوا للولد؟ بعدين شكله كتير كان بيخوف، ارتعبت منه. معك حق، كان هداك اليوم رح يحكي لي ليش انتحرت أمه، بس ما شفته غير راح، حسيته خايف من شي. مراد بيعرف ليش انتحرت أمه ولازم نخليه يحكي لنا. ما رح يحكي شي بنوب، أبصر وين بيكون أخده أبوه. نحن لازم نعرف وين راح مراد، وقتها منقدر نعرف الحقيقة. قلي لي كيف بدنا نعرف؟ جميل وبتعرفي مستحيل يحكي. مو ضروري يحكي لنا، نحن مندور عليه. بعرف إنه وفاة أمك كانت صدمة كبيرة بحياتك، فيك تحكي لي شو صار هداك اليوم؟ على هوا ما حكالي أبوك، كنت راجع يوميتها من المدرسة وشفت سيارة الإسعاف واقفة على الباب. إذا ضليت ساكت هيك ما رح أقدر ساعدك. إذا عجبت أنت بدك تساعدني اتركني ارجع على البيت. كتير طيبة، يسلموا ايديكي. ان شاء الله صحة وهنا بيبي، سويتها كرمالك. اللي بيسمعك بفكرك طابختي له خروف محشي كله على بعضه مع كورونا وما بده شي.
ليش هيك عم تحكي مرت عمو؟ ما شفتيني قديش تعذبت لحتى ساويت الصوص؟ وشوفي وراك، يعني عم تشتغلي لبيتك وجوزك، ولا تنسي انه عندك خدامة كمان من الصبح، وانا مقروقة وما بقدر ما احكي لك. حرام عليكم ابني. يا ابني هالمصاري اللي عم تدفعوها للخدامة فيكن تضبوها وتشتروا فيها شي بيت. شو يعني انا اللي لازم امسح الشبابيك والبواب؟ ليش يا بعدي، انتي بشو احسن من غيرك؟ هلأ اذا جبتيها كل شهرين مرة مو مشكلة، بس مرتين بالاسبوع هذا اسمه بطر يا ابني. مرتك بطراني بصراحة. امي معها حق، يعني بدنا ندير بالنا بهالفترة لانه الشغل دائر شوي، السوق كله واقف ولازم نضب كم قرش على جنب. بدك يعني اقضي كل النهار بالمسح والجلي ما هيك؟ عادي حبيبتي، كل النسوان بيساووا هيك يعني. لك اهلين وسهلين. بس معلش تشلحوا من رجليكم قبل ما تفوتوا، واحملوا الشناتي لا تسحبوا على الارض. كثير انبسطنا ماما، الرحله كانت بتاخذ لحن. شو كانك حاطه مكياج؟ ايه عادي ماما، رفيقتي حطت لي شوي، وين المشكله؟ ما اتفقنا ماما انه ما في مكياج لحتى يصير عمرك 18 سنه؟ حبيبتي لساتك طفوله على هيك شغلات. اوكي ماما خلص هلا بغسل وشي. كتير جاي عبالي بوسك وأحضنك، بس ديري بالك صار لي يومين ما تدوشت. مبين من ريحتك الطالعة. بوسك على الحمام فورا وبعدين بتضمني. خلاص برأيي بلاها. صحي يا أولاد، جبت شامبو للأمل ليكو بالحمام، تغسلوا شعراتكم فيها منيح. ها ماما؟ انت يلي شلت الصور يلي كنت معلقتهم بغرفتي؟ عزلت الأوضة وانتزعوا الصور. طيب اللابتوب وينه؟ واللابتوب تبعي مو مبين. أنا ضبيتهم. وين؟ لا تعذبوا حالكم، ما رح قلكم، رح يضلوا مضبوبين لحتى تخلصوا الفحوصات وبعدين بطلعون. نسوا اللابتوب هلأ. كيف بتساوي هيك بدون ما تخبرينا ماما؟ عادي حبيبتي، انتو كمان ما خبرتوني انكم رح تطلعوا على هالرحلة. ريحتك بتاخد العقل حبيبتي. شو حبيتها؟ تصبح على خير. لازم نام بكير من هلا ورايح. شو بكي؟ ليش بدك تنامي؟ خلينا قاعدين. حياتي انا كتير تعبانه، الشغل بالبيت كتير بيتعب. طول النهار كنت عم امسح الغبره ونظف الابواب والشبابيك وكمان عزل البيت. بدي نام مشان فيق بكير. يلا تصبح على خير حبيبي. لؤي. نعم امي. ما حسيت عليك وقت اللي فقت. شو بدك تطلع بدون فطور؟ ما فيني، تأخرت على الشغل. خلص رح أكل بس وصل على المكتب. أنت لا تشغلي ولا تشرب قهوة على الريق. خلص أمي ولا يهمك. أنا كمان بدي نظف البيت ومسح الشبابيك، لأنه خلص نعيمة ما عاد رح تجي. إيه هلأ تذكرت أمي، كنت عم أقول لحالي يعني خليها تجي، حرام تستفد لها بقرشين. ها؟ ليش؟
أمي أنت رح تساعديها لزيزي هالكم يوم، بس إذا سافرتي بعد فترة مين بده يساعدها للمسكينة؟ ما رح تقدر تشتغل لحالها. تفو عليك شو طلعت خروق، مرتك عم تاخدك وتجيبك على كيفة. طبعا أكيد الخانم بهدلتك المساء. أمي مشان الله، يعني شو لزومه هالحكي؟ لا بعدين قديش عم تاخد نعيمة؟ المسكينة عندها أولاد وفوقها جوزة مرضان وما بيقدر يشتغل أي شيء، خلينا نكسب فيهم حسنة. يلا أمي. يقبشني هالوش. صباح الخير مرت عمو، كيفك مروقة؟ أنا اليوم كتير مبسوطة ورواق. أنا والله ماني مجنون، تركوني أرجع البيت، تركوني. خلص حبيبي خود الدواء من شان تنام وترتاح. لسه نام نام نام، اتروحي من النومة، ما بدي أخذ دواء. بس حبيبي إذا ما رضيت تاخذهم هلأ رح نلاقي طريقة تانية لنعطيك الدواء. بتعرف شو مشتاقة ضمك لصدري، ضمك ولا عمر عم شم ريحتك. أنا آسفة كتير حبيبي، بس أكيد رح تمر هالأيام الصعبة. اوعى تضعف، بدي إياك قوي وتمسك بالحياة قد ما بتقدر. واضح إنه مراد عنده مشاكل نفسية وخسارة أمه أثرت عليه كتير وتأزمت نفسيته بالأكتر، وغير هيك هو متضايق منك كتير لأنك تركته هون، عم يحس حاله وحيد لأنه ما في حدا جنبه. شو أعمل يعني؟ قلت لك تهجم علي وضربني، شو مانك شايف وشي؟ وفايت على بيت الجيران بغيابهم وأخذ راحته بالبيت وعامل عشاء، برأيك هالشي طبيعي؟ أنا رح بلش معه الجلسات اعتبارا من اليوم، ورح حاول خليه يحكي لي بركي أعرف شو مشكلته بالضبط، وخصوصي إذا في شي من لا أصحى يعني بجوز يكذب عليك وما يحكي الحقيقة، أنا بعرفه لمراد كتير خياله واسع. طيب كيف بدك يعني ساعده؟ بدي إياك تعطيه مهدئات وتخليها الفترة عندك. أرجوك فهم علي، أنا ما بقدر، لأمتى بدي ضل أعطيه مهدئات؟ بهي الطريقة أنا رح ضره أكتر، حرام لساته شاب صغير، لازم يتعالج من هالحالة، وإذا ضليت حابسه عندي بدها تتأزم حالته، ووقتها بجوز ما يفيده العلاج. كل اللي بدي إياه ضل فترة صغيرة عندك، بس هالكم يوم لظبط أموري، بترجاك. يلا يلا جاية. تفضل. السيد بهجت موجود؟ مانو هون، أنا مرته. خير في شي؟ في ظرف جاي على اسمه، وقع الوصل لو سمحتي. شكرا لك، يعطيك العافية. أهلين، الله يسلمك. مراد شوف مين جاي يزورك. يا
بقدرش حبس لي هون. مراد مش دولة مراد هون. لك والله أنا بكرهون. أنت مالك أبي. والله أنا بكرهون. والله أنت مالك أبي. لك والله أنا أنت أنا بكرهون بكرهون. بس يا مراد بعدي شوفك هون. طلع لبرا أحسن ما أنت كده. طلع برا. مراد ما بيصير هيك. بس اطلع من هون مهدئ. يلا بسرعة قوام. طلع من هون يلا بسرعة. طلع بسرعة جيبوا لي إبرة مهدئ. الله يجزيك. لك اتركوني اتركوني بعدوا عني بيتلو. والله بس اطلع لحتى أقتلك. والله اتركوني لك اتركوني بيتلو. اتركوني 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 ما بدي تهموني. شو هلأ صدقتني؟ لو ما كنت هون كان قتلني عن جد. ايه اهلا وسهلا مدام نرمي. كيفك نور؟ بهجت جوا مو هيك؟ ايه عنده مريضة. تفضلي قعدي. حابة تشربي شي مدام لبين ما يخلص؟ لا حبيبتي اسلم ولا تعذبي حالك. عفوا بس بده يطول كتير؟ لا لانه المريضة صار لها زمان عنده. ها شكلها طلعت. عن جد يسلموا كتير بهجت. حذبتك معي. عنا دكاترة كتير مناح بالمشفى بس أنا ما برتاح نفسيا غير إذا إجيت لعندك. شو هالحكي يا فداء؟ إمتى ما حبيتي فيك تجي؟ أوكي يسلموا كتير. الله يسلمك. باي. أهلين نيرمين. خير شو جابك؟ شو مانع عندك زيارات بالعيادة زوجي؟ لا حبيبتي ما هيك قصدي. خلينا نفوت لجوا. تفضلي عادي. ليش شلتها من على الطاولة؟ مشان ما حدا يعرف انك متزوج؟ لو بفكر بهاي الطريقة كان شلت المحبس من ايدي. هاي اكيد الخدامة هي وعم تمسح الطاولة بتكون حطتها هنيك ونسيت ترجعها. وصلك هذا الظرف اليوم الصبح؟ قلت بجوز يكون شي مهم. هذا كتالوج جهاز وبصراحة ما كتير لازمني. بعتذر منك. مالي بالعادة فتش اغراض جوزي مثل بقية النسوان لهيك ما فتحت الظرف. خلص حبيبتي مو مشكلة. خلص ما تضايقي حالك على الفاضي. شكرا لانك جبتي. عطول بتعامل المرضى تبعك بهالخصوصية؟ انا خصوصية قصدك؟ ما عم بفهم. قصدي على المريضة اللي طلعت قبل شوي ام الفستان الاصفر. قصدك على فداء؟ لا عادي بس انا كتير بعزة. ايه مبين حبيبي. وهي كمان بتعزك لهيك اجت لعندك وكانت مزبطة حالها على الاخر. عيب نيرمين عيب تفكري بهالطريقة. العيب عليها مو علي. المفروض انها رفيقتك وبتعرف انك متزوج بقى ليش هيك لابسة ومزبطة حالها على الاخر؟ تقول رايحة على شي عرس مو على الدكتور؟ وشو فيها يعني؟ المخلوقة على طول أنيقة وبتهتم بحالها. بالله يعني انتبهت. كنت مفكرة هيك اشياء ما بتعني لك. شو بدك غمض عيوني؟ أكيد رح انتبه. حبيبي الواحد بس يتجوز ويصير عنده عيلة أولاد المفروض يغمض عيونه بهجت. أنت الوحيدة اللي بتفكري بهالطريقة. حضرتك بعد ما تجوزنا وصار عنا هالولدين دغري قلبتي وصرتي وحدة تانية. يعني تغيرتي بطلتي تلبسي حلو تهتمي بشكلك. لك حتى نسيتي كيف تضحكي مثل الأول. شلون بدي اقول لك اياها؟ نسفتي كل شخصيتك وحياتك كرمالهم ونسيتي اني موجود. وشو كنت متوقع مني مثلا؟ كيف بدك اياني ما اهتم باولادي وبيتي؟ هي اسمها انانيه. وشو انا نسيتي اني جوزك؟ قصدك انت جوزك. يلا انسي ما له لزوم هالحكي. ولك انت من يوم يومك هيك مزوقة. كل يوم بيجونا اهالي الطلاب. الله وكيلك ولا حدا منهم فكر يجيب معه شي. لا بدك تزعليني منك غصون؟ هلا انا مثل غيري. لك انت رفيقتي وانا جاية كرمالك انت. خليلي اياكي والله ما قصدي شي. بتعرفيني قديش بحبكن.
بتتذكري اول ما جبتي لي ديما هيك كان قدها؟ مزبوط. متذكره كيف كنت علقلها بشعرها شرايط حمراء؟ يا الله شو كانت تطلع لذيذه ومهضومه فيهم. تعيشوا فيها هلا ما بسترجي الا ليش هيك لابسه، مفكره حالها صارت صبيه ويا ارض اشتدي ما حدا قدي. صدقيني بنتك ما في منها، بنت مربايه وواعيه وعارفانه كيف تتصرف، وخصوصي وهي بهالسن ولي على هالشوفات اللي عم نشوفهم. اي احيانا بتحكي لي ديما وخصوصي على مراد، هذا الولد اللي انتحرت امه من فتره. ايه تذكرته. الله يعينه المسكين، الاولاد من غير شي بهيك سن بتكون عندهم مشاكل عن جد، الله يعينه. حكت لي ديما انه كتير متراجع بدراسته. مزبوط. دراسه ما انا مشكله، بيقدر يعوضها، بس المشكله انه نفسيته كتير تعبانه، كل يوم والتاني بيعمل مشكله، حتى رفقاته بطل يحكي معهم مثل العاده، شكله كتير متازم بالبيت، لهيك عم يجي ويتفشش بالولاد ويتخانق معهم. أو هيك تفهميني غلط، مالي بالعادة احكي على الطلاب بهالطريقة. الله يسامحك يا غصون، شو أنا ما بعرفك؟ معقولة؟ بعدين الولد جارنا، وبالصدفة شفت أبوه وقال لي إنه بعده كم يوم على بيت عمه. أنا بيت عمه هاد؟ حبيبتي أبوه حطه بمصح نفسي، إجا وطلب له إذن، وإذا بدي ما كان لازم احكي لحدا. بترجاكي ياسمين اصحك تحكي قدام حدا انك سمعتي هالشي مني. لا تخافي، بعدين هيك قصة ما بتنحكي قدام حدا. يلا دق الجرس، لا تأخذيني، صار لازم فوت على الصف، ببقى بشوفك بعدين. غصون لحظة. الله يوفقك، فيك تقولي لي بأنه ما صحاته؟ شو بدك بهالموضوع؟ بعدين أنا كمان ما بعرف. لا ما تفهمي القصة غلط، أنا خايفة على الولد مشان هيك بدي أعرف. من شو بدك تخافي عليه؟ أبوي اللي حاطه هنيك وهو أدرى بمصلحته. أنا أبوه وأنا مصلحته، أنت التانية شو يعني؟ إذا ابنك مرق بمشكلة وتكركبت نفسيته شوي بتقومي بتزتيه بمصح نفسي؟ لك فهمي علي غصون، الزلمة حطه هنيك بس مشان يخلص منه. معلش ياسمين القصة ما بتعنيني، بس أنا كتير بتعنيني كتير. غصون المرحومة أمه كانت رفيقتي من الروح للروح، كنا مثل الأخوات، يعني مراد هلأ ابن أختي وأنا مسؤولة عنه ولازم أعرف شو عم يصير فيه. معقول أعرف أنه حاطه بمصح نفسي وضل ساكتة وعم بتفرج؟ الله يوفقك، عرفي لي اسم المصح على القليلة مشان زوره واطمن عليه. ايه واذا عن جد تعبان ووضعه بيتطلب انه يضل هنيك فترة ما في مشكلة، بس اذا مو هيك وحياتك ما رح اسكت على القصة بنوب، ما رح خلي الولد يضيع من بين ايدينا. تعرفي اذا دري حدا دغري بتقلع من المدرسة. مشان الله وصون مين بده يدرى؟ بعدين الشغلة مو مستاهلة اصلا، حتى لو دريو معقول اقول لهم انه انت اللي خبرتيني؟ ليش خايفة؟ بخترع حي الله حجة وخلصنا. طيب استني هون شوي، بدي فوت شوف سجله لأنه اسم المصح مسجل عليه. يسلموا كتير حبيبتي، ما رح أنسالك ياها. لاما الله لا يوفقه، الله لا يوفقه، حدا بيعمل هيك بابنه؟ حضرتك بعد ما تجوزنا وصار عنا هالولدين دغري قلبتي وصرتي وحدة تانية، يعني تغيرتي، بطلتي تلبسي حلو، تهتمي بشكلك، لك حتى نسيتي كيف تضحكي مثل الأول. شلون بدي لك ياها؟ نسفتي كل شخصيتك وحياتك كرمالهم ونسيتي اني موجود. عفوا شو ما عم تشوف يعني؟ بعتذر خالي. انا خالي؟ العمى سو قليل ترباية، ما فيك تقلي مدام؟ بعدين كتير شايفني كبيرة لحتى تقلي خالي؟ دموا الإيدين. الله يسلمك حبيبة قلبي. لك بنتي ليش ما جبتي معك شوية بتفور وكيك مع القهوة؟ يعني لا بتعرفي تساويهم بالبيت ولا بتعرفي تشتريهم، مو حلوة هيك مشان رفيقتك. عادي خالي، شو أنا غريبة؟ بعدين مو بيناتنا، بس أحيانا الواحد بينسى. والله زيزي موجبة وما بتقصر معنا منوب. بعرف بنتي بعرف. يي لو كنتي معي، أنا شفت السولدات وطار عقلي، اشتريت شي 10 قطع ولسه كنت رح اشتري، بس اتأخرت على البيت لهيك رجعت بسرعة. يلي بيسمعك عم تحكي بقول يا حرام ما عم تنزل على السوق، ما أنت ما عم تتكنسي من هني. دخيله أنا. أجر. مرحبا. أهلين حبيبتي، فوت تفضلي. أهلين فيكي. تفضلي، أنا رايحة أجيب لك كاسة شاي. شو انبسطتي لما سمعتي صوت خالتون يرمين تقري قلبي. أهلين بنتي. الحمد لله على سلامتك خالي. الله يسلمك حبيبة قلبي. أهلين يرمين، كيفك؟ ماشي الحال.
كيفك بنتي؟ كيفن ولادك وجوزك؟ كلهم مناح وبيسلموا عليكي. صار لنا زمان ما شفناك، اشتقنا لك. تسلمي بنتي، وانا كمان اشتقت لكم. شو صار معك؟ مو على اساس في اجتماع للاولياء اليوم؟ ايه بس اجلوه لبكره الصبح. هلا كنت عم بحكي للزيزي قديش هكلاني هم، بدهم يعلموا الاولاد الرقص. تخيلي ولادها لرفيف بدهم يتعلموا بالي. شو يعني بدهم يلبسوهم هاي الفساتين القصيره والمكشكشه مثل البنات؟ والله عيب. لا أمرت عمو، معقولة انتي الصبيان بلبسوهم فيزون؟ فكرك هيك أحسن، بيطلع منظرهم بقرف. ولي شو هكلاني هم القصة، ولادي عطول بيضلوا بيتنطوطوا، بتطلع عيوني لحتى خليهم يمشوا بالطريق مثل العادة. بقى كيف بدهم يوقفوا عروس أصابيعهم؟ ايه شو بدنا بالبالي وهالحكي الفاضي؟ ولادي ما خرج هيك قصص. قال شو، في وحدة بمجلس الأولياء هي اللي اقترحت القصة، بظن انه هي مديرة المجلس. ايه ايه عرفت مين بتكون. بنتها الكبيرة كانت رفيقة ريهام بالصف، كتير وحدة قوية وشايفة حالها. كلنا حاولنا نشيلها من الإدارة بس ما حدا قدر. ولي إذا أنتي ما قدرتي عليها أنا المعترة شو بدي؟ أحسن لك ما تعلقي معها. جوزها والمدير كتير صحبة، وإذا حطت حدا براسها بدها تضل وراه لتخليه يكره حياته. خلص أنتي طنشيها مشان ما تعلقك مع المدير. لما بشوف هيك ناس سأل عن جد بشتي يكون رجال لوقفهم عند حدن. يعني إذا كنت رجال وضايقتني شي وحدة مثلي ما بفكر كتير بالقصة، برفعك مامي هيك لفوق وبنزل فيها ضرب، هون بيجعك وهون ما بيجعك. بس لأني مرة لازم كون رايقة كتير وما عصب عليها، حتى مسبة ما بقدر سبها. هيك وحدة بدها قتلها لتتربى. إذا بدك نصيحتي سايريها شوي، أحسن ما تقلع الولاد من المدرسة. والله معك حق يا بنتي، المرة لما بتكون قوية ومكيودة ما حدا بيقدر عليها. ياسمين لوين رايحة؟ أنا كنت رايحة على البيت. شو عم تساوي هون؟ كنت عم نقي تريا مشان البيت. تعي شوفي، ماني عرفان أنا وحدي أخذ. يا الله شو عنده شغلات حلوة، شكله فاتح عن جديد. ما بعرف. شوف هاي شكلها كتير حلو ومرتبة. أنا كتير بحب الضوء الأبيض. ايه غسان ما تتضايق بس بدي روح، كتير حاسة حالي مخنوقة وما خرج فكر بتريات. احكي لي بلكي بقدر ساعدك. خير شو صاير معي؟ لا انت ما رح تقدر تعمل شي اذا انا ما بقدر. مفروض اعمل شي وما عم بقدر، لهيك انا مخنوقة كتير لانه مو طالع بايدي اعمل شي. ما فهمت شي من حكيك، شو القصة بالضبط؟ وانا كمان مثلك ما لي قدراني افهم شو عم يصير. رفيقتي توفيت من فترة، بجوز سمعت بقصتها، هي اللي انتحرت. كانت جارتي بالحارة، سمعت بقصتها؟ ايه مو جوزها وابنها لساتهم ساكنين بالحارة؟ ايه مراد، ابنها اسمه مراد، امه كانت رفيقتي ومثل اختي بالضبط. كنت حسة أقرب وحدة لقلي لأنه كتير كانت تفهمني وكل شي بيصير معها كانت تحكي لي إياه وما تخبي عني شي. يعني أنا هيك كنت مفكرة لوقت اللي انتحرت. وقت اللي انتحرت انصدمت، حسيت حالي ما بعرف عنها شي أبدا، ولهلأ بعدني مصدومة. ما تحطي الحق على حالك، إذا في شي وخبته عنك مو معناها أنه المشكلة فيكي. بلا غسان المشكلة فيني أكيد، بجوز كانت خايفة تحكي لي القصة، بجوز حسيت انه اذا حكت لي ما رح استوعب الموضوع ورح اتضايق منها مشان هيك ما كانت تقول. كل يوم بسأل حالي نفس السؤال، يا ترى لو حكت لي شو عم يصير معها؟ ما بعرف، بس يمكن كنت ساعدتها، بجوز كنت وقفت معها، لهيك بحس حالي مقهورة. ياسمين كل واحد فينا احيانا بيكون في عنده اسرار وما بيقدر يقولها لحدا، بجوز هناء كمان كان عندها هيك سر وما فيها تحكي. لا هناء ما كانت من هالنوع، ما كان عندها شيء لتخجل منه، كانت كتير منيحة، كانت مرة شريفة وأخلاقها عالية، بحياتها ما غلطت بحق حدا فينا. أنا كنت بعرفها من 15 سنة وسأل مين ما بدك ورح تشوف. أنت قلتي لي قبل شوي إنه حسيتي حالك ما بتعرفي عنها شي. هناء كانت مرة منيحة وأخلاقها عالية، وأنا متأكدة إنه ما كانت عاملة شي غلط. أنت ما بتعرف عنها شي، بحياتك ما تعاملت معها، بقى كيف بتحكي عنها بهالطريقة؟ عن جد عيب عليك تحكي عنها هيك، كتير عيب عيب. ان شاء الله اكون حاطه واحده تانية بالشنطه. يا الله شكلي نسيت جيبها معي. نرمين الله يوفقك، شوفي هذاك الكيس في بقلبه واحده جديده، بدي اعزبك جيبي لي اياها. ليش هيك عملتي يا قلبي؟ ليش يا مامي؟
اجدي 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 اجدي. يخرب بيتكم شو هاد؟ عيي هي إلي. هلا أنت بتلبسي هيك شغلات؟ إيه طبعا. شو؟ لك ما بتستحي على حالك؟ في واحدة بتحترم حالها بتلبس من هدول؟ والله ابنك اللي هيك بده. شاي كتير خفيف وما بقدر اشربه هيك. هنجد عيب عليكي زيزي، ضروري تخجليها وتحكي معها هيك قدامنا. هي جابت الحكي لحالها. الحق عليكي، ليش تارك الكيس بنص الصالون على القليل؟ لك انت خديه لفوق وحطيه بقوتك مو احسن؟ بتعرفوا انه صار لي 3 سنين مو لابسه هيك شيء؟ لانه بعد هالاربع اولاد ما عم صدق انت احط راسي ونام. حتى انتي رفيف؟ ايه والله حتى انا. لك ليش مستغربه كل هالقد؟ عادي كل النسوان بيلبسوا هيك شغلات. لا مالك لابسه هيك شيء؟ مستحيل. كتير عادي. ما هو جوزي. والله بيطلعوا كتير حلوين على اللبس. زيزي مصيبة. خير شو صاير؟ تعي هلأ بحكي لك. الله لا يوفقه هالحقير. رحت على المدرسة وسألت عن مراد وعرفت لوين أخده أبوه. من شوي اتصلتي فيني وحكيتي لي وقلتي لي أبوه أخده على بيت عمه مشان يضل هنيك هالفترة. مزبوط، لأني سألت جميل وقال لي هالحكي، بس طلعت كذبة لأنه حضرته أخذ الولد وحطه بمصح نفسي. لا ما عم صدق بنوب، حرام الله يعينه. معناها وضعه كتير تعبان. أول ما حكت لي نيرمين كيف فات على بيتها وكان قاصص صور الولاد حسيت إنه ما نظر. زيزي مشان الله لا تحكي هيك، لك المسكين ماتت أمه، بجوز حس لنيرمين مهتمة فيه لهيك تصرف بهالطريقة. يعني كل ما حدا من ولادنا عمل شي غلط بدنا ناخده ونحطه بمصح نفسي، هذا هو الحل؟ الولد عرفان شي عن موت أمه، أبوه بده يخلص منه ويرتاح. يا حرام عن جد وجعني قلبي، في حدا بيرمي ابنه هيك رمية؟ يا بنات انا ما عاد قدرانه اتحمل، مدري شو صار لي لما عرفت. يلا يلا انا يلا. كمان بدي امشي. لك ليش مستعجلين؟ خليكم قاعدين كمان شوي، لسه هلا فاتت ياسمين. معلش حبيبتي انا كمان بدي روح، اجيت مشان اخبركم شو صاير لانه حاسه حالي رح اختنق. ياسمين استني لتجي 6 سنين وسلمي عليها، تعرفيها بتتضايق. اه طيب والله كانت فضحتك. ايه خلص ماما خلص. اهلين. خير؟ ليش قمتوا يا بنات؟ عدوا شوي، ليش مستعجلين كل هالقد؟ ولا يا خالي مجبورين نقوم، تعرفي شغل البيت ما بيخلص، بعدين لسه ما طبخت. برافو عليك يا بنتي، الوحدة منا لازم تشتغل شغلة بإيدها وما تتركه لحدا. كيفك خالته السنية؟ الحمد لله على سلامتك. اشتقنا لك كتير. الله يسلمك بنتي ويرضى عليك. يسلموا. الله يسلمك خالي وخليك يا رب. ابقي خلينا نشوفك. اي ان شاء الله اكيد نشوفك. مع السلامة. مع السلامة. الله معكم. يلا خالي تعي لعنا شي. استنوا يا بنات انا كمان صار. شكرا يا بنات، ديروا بالكم على حالكم. يلا الله معكم. مع السلامة. بدي ساعدك وطلع الاغراض معك. لا تعذبي حالك، انا بروح معه وبساعده. ابقي زورينا خالي ان شاء الله. ان شاء الله خلص صبري قلبي خلص. انا رايحه لعند رفيف. روحي ولا تتاخري مشان تطبخي لجوزك. حاضر. انت مستحيل تخليني انسى ليش انتحرت امي. انا متذكر كل شيء وبعرف ليش هي انتحرت. يكتر خيرك حبيبتي، والله ما كان في داعي تعذبي حالك، انا صرت متعوده على التعطيل شو اول مره. لا حبيبتي انا لقيت حجه مشان اهرب، حاسه حالي رح اختنق ما عاد فيني اتحمل سالتها، كنت رح اقتلها الا شوي. طيب ليش مستعجله كل هالقد؟ فوتي عادي شوي، لوين رايحه؟ واذا سالتك قولي لها ساعدتها شوي بضبطه البيت. هيك قولتك؟ ايه حبيبتي فوتي عادي شوي. لك فوتي. عن جد كثير ضايجه. خدي البسيها، كنت خجلانة قلك بس عن جد ما عاد فيني. ولي على حماتك شو قوية، الله يعينك عليها. لك شو بدك تقلي لي عليها؟ ولك رح انظرك من وراها، لسانة ما بيفوت لحلقة وبتضل وراي على الدحسة وحاطة نقرة مني قري.
لكيف زبطت معك؟ كيف قدرتي تطفشي حماتك وتريحي راسك منها؟ حبيبتي أنا ما عملت شي بالمرة، بس حماتي مرعوبة من ولادي، وقد ما طولت عندي بتقعد كم ساعة وبتمشي. هدي حبيبتي أنا فايتة نية من أنا، خمس دقايق وبرجع لك. ارتاحي ما رح طول كتير. خدي راحتك. رح حط الركوة على النار. أوف. وأخيرا حماتي مانا هون. ماما معلش تكوي لي اياها مشان البسها بكره. طول الوقت امي امي امي. لا تكونوا مفكريني خدامه عندكم. مرحبا مدام، كيفك؟ إذا لزمك شي مشان النت تتصلي فيني. يسلم. مرحبا. اهلا بنتي، تفضلي مين بدك؟ بيتكم رقم 4 ما؟ ايه. الف مبروك خالد، حضرتك ربحتي معنا بمسابقة ست البيت، طقم علبة بياخد العقل. عن جد عم تحكي؟ بس انا ما اشتركت بهاي المسابقة. نحن عملنا قرعة على ارقام البيوت وانتي ربحتي. إذا في مجال فوت ما رح أعطلك كتير، بس حابة فرجيكي الهدية. طبعا طبعا بنتي تفضلي. شو هدول مرت عمو؟ شو هدول؟ هلأ مشان كم قطعة بلاستيك دفعتي لهم 1500 ليرة؟ لك 100 مرة بدي قلك ليش ما عم تفهمي علي؟ ليش؟ أنا ربحتهم بمسابقة ست البيت والألف وخمسمية دفعتهم حق الفرامة. خلصينا. هلأ هاي بتسوى 1500؟ على القليلة هاي شغلة بتنفع البيت، مو مثل المكياج والتياب. أوه أوه، وأنا مبسوطة فيها. طلعي عملوا لي فيها تقسيط كمان، بدي قصتها على 5 شهور. برافو عليكي، وحاطين عليها فوائد كمان. لأن القصوطة كتير قليلة، بعدين الفرامة أجنبية، ما أنك شايفة؟ للصين راحوا جابوها. خدي. أخ يا راسي.